نعم، يعني حسب ما تابعنا ومن خلال يعني بعض الاتصالات التي أجريناها مع الداخل، يعني أقصد منطقة عفرين، أن الشاب الذي أقدم على الانتحار قد يعني ضاق ذرعا بالانتهاكات التي والمضايقات التي يمارسها عليها الأعضاء من المرتزقة من الميليشيات التابعة للاحتلال التركي، وخاصة يعني ذاك المدعو الذي ينحدر من قرية ماير، حتى أنه يعني كان حط من كرامته وأذله وأهانه عدة مرات وابتزه ماديا، فما كان منه إلا أن يعني دخل إلى أحد محلات الموبايل، وكان صاحب المحل يعني لديه بارودة، فانتشل البارودة ووضعه تحت رأسه ثم أطلق النار على نفسه ليفارق الحياة. يعني والسبب وحيثيات هذه الحادثة يعني ربما لها أبعاد وأبعاد يعني نفسية وأبعاد اجتماعية كبيرة. مفادها أن المرتزقة يعني يبتزون الأهالي حتى من الأقرباء، يعني حالة الابتزاز التي تعرض لها كانت بزعم أن أخاه قد خدم في واجب الدفاع الذاتي إبان الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين، وهذه حجة يعني يستخدمونها لابتزاز الأهالي والشبان وحتى المسنين والمسنات في منطقة عفرين، نعم. وخاصة أن وتيرة هذه الممارسات والانتهاكات تزداد مع قدوم يعني مواسم الزيتون بالذات، حيث يقدمون على يعني ممارسة الابتزاز والضغط على الأهالي لاستحصال فدى مالية أو للاقتطاع من مواسمهم التي يجنونها في هذا الوقت. نعم سيد نعم جميل، ما هو موقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مما يجري من انتهاكات بشكل يومي في عفرين؟ يعني حقيقة الآن يعني كل معظم المنظمات تأخذ وضع المزهرية، يعني حتى لا تصدر أي بيان إدانة أو استنكار ضد هذه المرتزقة والميليشيات التابعة للاحتلال التركي، وحتى الاحتلال التركي يعني هو يعني المسبب الأول والأخير في هذه الأحداث التي يتعرض لها أهالي عفرين الأصلاء الكرد الموجودين داخل العفرين. فقط يعني هناك صوت قوي من المرصد السوري لحقوق الإنسان كما ورد في تقريركم أيضا، إلا أن يعني المنظمات الفاعلة والتي لها دور فاعل يعني كان يعني حتى صوتها خافتا نوعا ما، حتى يعني مثل منظمة هيومن رايتس صدرت بعض التقارير لكنها خجولة لا ترتقي إلى مستوى الجرائم، يعني نستطيع وبكل صراحة أن نقول جرائم فظيعة ترتكب الآن في عفرين، يعني سيد ربما جميل، لم يتكرر مثلها في التاريخ أبدا. سيد جميل، برأيكم هل سنشهد تحركا دوليا اتجاه الانتهاكات التي تمارسها الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي؟ وما هو المطلوب لتقديم الجنات إلى محاكم دولية؟ أعتقد أن المناخ الدولي والإقليمي الذي يسود يعني مجمل الأزمة السورية وفي المنطقة عموما يعني يطرح دلالات أو يشير إلى يعني بدء تحرك دولي بهذا الاتجاه، أي باتجاه يعني قطع دابر هذه الجماعات الإرهابية والميليشيات، تمام. ولنقل يعني أكثر صراحة لتقليص دور الاحتلال التركي أو حتى لإخراجها من الأراضي السورية. نعم هناك نعم الآن أصوات قوية من داخل يعني الأمم المتحدة ومن الدول الفاعلة في الأزمة السورية يعني تضغط بهذا الاتجاه، وأعتقد أن الدولة التركية الآن هي في موقف لا تحسد عليه داخليا وخارجيا أيضا. نعم سيد جميل، وصلت الفكرة، شكرا لك، كنت معنا من شمال شرق سوريا الكاتب والإعلامي جميل رشيد.